السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتعلم استخدام الـ Regular Expression مع الـ String Methods الـ Replace والـ Replace All. لو اديت لك string زي ده وفي علامة الآت موجودة مرتين ومحتاج إن أنا أغير العلامة دي أو أبدلها بكلمة تانية، في العادي خالص هنستخدم الـ Replace والـ Replace All، وهنشوف مع بعض دلوقتي الكلام ده. لو جيت قلت له console.log وجيت قلت له text.replace بيطلب مني search value، الحاجة اللي أنا هدور عليها اللي هي علامة الآت، وهبدلها بإيه؟ هبدلها بكلمة JavaScript بالشكل ده. في السطر الأول هيبدل لي أول علامة بس، عشان الريبليس بتجيب أول نتيجة وتبدلها اللي هي دي. عندنا حاجة زيها بالظبط بس بتريبليس كل حاجة اسمها ريبليس أول. هتدور على علامة الات وتريبليسها كلها بكلمة JavaScript في السطر اللي بعده. We love programming and JavaScript because JavaScript is amazing. أعظم حاجة بقى في الموضوع إن أنت تقدر تستخدم pattern معين وتريبليسه بالحاجة اللي أنت عايزها. هنا انت الامكانيات بتاعتك محدودة. طبعا انا فصلت الفيديو ده لوحده عشان اوريك قد ايه الريجولار اكسبريشن ممكن تعمل لك شغل عالي جدا. انت هنا محدود جدا باللي انت هتكتبه، لكن لما نستخدم الريجولار اكسبريشن في تاسك معقد جدا هنقدر نوصل لمجموعة مثلا من الكلمات او باترن معين او الرولز اللي احنا نحددها ونبدلها بكلمة معينة. ممكن بقى كل اللي انت اتعلمته في الدروس اللي فاتت تضيفه كباترن هنا. خلينا نشوف مع بعض. ممكن نعمل الباترن ده في variable زي ما عملنا قبل كده، regular expression بيساوي، وعايز تعمل ايه مثلا؟ عايز ادور على علامة الات مثلا، وعايز بعد كده هبدلها بكلمة JavaScript برضو زي ما احنا عاملين هنا. وممكن ما تكتبهاش في variable زي ما اتعلمنا، وهوريك كل الامثلة دلوقتي. ادي الكونسول لوج هنا، وهقول له هنا بدل ما ابحث كده هحط الباترن بتاعي هنا بالشكل ده، واقول له بدلهولي بجافا سكريبت. طيب خلينا نشوف مع بعض كده. النتيجه اهي واحده، ما عندناش مشكله خالص، وممكن حضرتك تكتب الباترن مباشره هنا بالشكل ده، مفيش ادنى مشكله خالص. زي ما انت شايف هيديك نفس النتيجه، ما عندناش ادنى مشكله. هنا اللي انا عايزك توصل له ان انت تقدر ان انت توصل لاعقد او توصل لاكتر الحلول للمسائل المعقده عن طريق ان انت تحدد الباترن بتاعك وتقول له تدور عليه في كل السترينج جلوبالي وتبدله لي بالحاجه اللي انا عايزها. دي روعه الريجولار اكسبريشن. معاك بقى الريبليس والريبليس اول، وتقدر تتدرب عليهم في المسائل الموجوده في مواقع حل المسائل زي كود وورز والحاجات دي. هتلاقي مسائل كتير وقعت قدامي كان بيدور على باترن معين في السترينج ومحتاج ان انت تبدله. فكل الحلول اللي كنت بشوفها واغلبها للي لسه ما تعمقش في الريجولار اكسبريشن كان اللي بيعمل لوب واللي بيدور بالكونديشنز، وكان قصه طويله. في وجود الريجولار اكسبريشن الموضوع هيبقى سهل جدا جدا. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.